الموضوع وين؟ ما اريد اطول عليكم. الموضوع انه النزاهة تقول 200 مليار دينار فساد مالي بكل في كل وجبة من السلة الغذائية. اعيد لك الرقم، 200 مليار دينار فساد مالي في كل وجبة من السلة الغذائية. الله لا يوفقكم ان شاء الله. هذا الهدر بالمال العام والفساد بجيوبكم وجيوب عوائلكم وشركاتكم وحساباتكم البنكية اللي بسويسرا وباقي الدول وبلندن، في كل وجبة من السلة الغذائية كل وجبة واحدة 200 مليار دينار فساد. الله لا يوفقكم ان شاء الله. يعني الله سبحانه وتعالى وين يريد شي يريد يشوفنا بعد؟ كل شي شفنا بهذا البلد، كل شي شفنا من هذول المرتزقة. أنا هسه أرد أشوف وزير التجارة وين؟ أرد أشوف رئيس الوزراء وين؟ النزاهة النيابية هي اللي اكتشفت هذا الموضوع وصرحت 200 مليار دينار فساد مالي في كل وجبة من السلة الغذائية. الله أكبر عليكم وعلى اللي جابكم. عبد الله يقول أقول وزير التجارة كاتل نفسه على السلات ويمول الصفحات من ينشرون السلات الغذائية. بعض الصفحات اللي هي بالفيسبوك دائما ما تنشر أخبار السلة الغذائية والسلات الغذائية، وإحنا راح نكون نوزع هاي السلات الغذائية. ف دائما نشوف اكو اعلانات وترويج لهذا الموضوع، موضوع السلة الغذائية، طلعوا كاتلين نفسهم عليها، لان السلة الوحدة السلة الغذائية الوحدة بها هدر وفساد بالمال العام 200 مليار دولار. الرقم بسيط جدا، بسيط يمي عودة شي توفية أضرب نفسي بيها، أضرب رأسي بلكة تصحى. هدر للمال العام 900 ألف، 2 مليار. هاي منو علق قال 900؟ 2 مليار، 200 مليار دينار، حتى الرقم ما أقدر ألفظه. الله أكبر، هدر بالمال العام 200 مليار دولار. شنحكي شنسولف ما ندري.